تربويا عقدت اليوم وزارة التربية الوطنية اجتماعا هو الثاني من نوعه بعد الذي جمعها أمس بجمعيات أولياء التلاميذ مع نقابات القطاع. اللقاء ناقش مصير الموسم الدراسي والامتحانات الرسمية في ظل تطورات تفشي فيروس كورونا وإجراءات تمديد الحجر الصحي إلى غاية 14 مايو القادم. السنة الخامسة والديان يكون 9 وبالنسبة للديان يكون 9 على 20 وبالنسبة للسنة يعني نهاية المرحلة الابتدائية السنة الخامسة هي ننزلوا للمعدل إلى 4 هكذا ونبقى على البكالوريا على أساس أنها تكون في السنة المقبلة إن شاء الله يعني إما في سبتمبر أو في أكتوبر لأن إذا كان إلى رفع علينا ربي هذا الوباء خلال ممكن الأيام القليلة القريبة ممكن يكون تحضير فإذا مازال الأمور على حالها يعني كما تعرفوا باللي في الديوان الامتحانات لا يستطيع أن يحضر الامتحانات ويحضر كل شيء خلال على الأقل لازم 45 يوم ولهذا اللي يعني نشوفه إذا كان لحقنا السلطان راح ندخلوا في أكتوبر بالبكالوريا. كما أكد وزير التربية محمد واجعوط أن المرتكزات المبدئية التي تقترحها الوزارة على الشركاء الاجتماعيين يمكن على أساسها بناء تصور توافقي يتضمن حلولا بديلة في حال مواصلة تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية أو استئنافها بعد رفع الحجر الصحي وفق إجراءات ملائمة لمزاولة النشاط التربوي التعليمي. إن الهدف من هذا الاجتماع التشاوري إذن هو التفكير ومناقشة ما يمكن توقعه لما تبقى من السنة الدراسية الجارية من دراسة وتنظيم الامتحانات المدرسية انطلاقا من مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث في حالة تمديد إجراءات الحجر الصحي أو رفعه علما أنه لا يمكن اعتبار السنة الدراسية الجارية سنة بيضاء بالنظر إلى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث إلى غاية تاريخ 12 مارس 2020 من جهة وإلى الفترة المتبقية من الفصل الثالث والمحددة بـ4 إلى 5 أسابيع من الدراسة الفعلية على أقصى تقدير.